معنا من القامشلي عبر الهاتف العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مرحبا بك معنا عميد حسام. دعني أسألك عن تطورات المعارك اليوم في الرقة، وهل من مناطق جديدة تم تحريرها من تنظيم داعش؟ أولا تحية لك والمشاهدين. تم تحرير اليوم حي الصناعة من الجهة الشرقية، وكذلك تم تحرير حي حطين. قوات سوريا الديمقراطية الآن تتقدم بالأحياء بسرعة، وخاصة وسط فرحة الأهالي والمدنيين، حيث استقبلوا هذه القوات بالزغاريد، وكذلك تم طبعا إصدار من قبل قيادة قوات سوريا الديمقراطية إصدار إلى جميع القادة الميدانيين على الأرض أن ليس فقط الهدف هو تحرير الرقة وهزيمة داعش، إنما يوجد هدف أسمى وهو حماية المدنيين وتوفير كل مستلزمات السلامة لهم. كيف؟ وفي المقابل في مناطق أخرى. كيف سيادة العميد؟ طبعا سألتك كيف، قلت الهدف هو ليس فقط تحرير الرقة من داعش وإنما حماية المدنيين وأمنهم، سألتك كيف سيتم ذلك؟ ما مخططك؟ طبعا حماية المدنيين يتم أولا عدم القيام بقصف مدفعي بشكل عشوائي، ويجب أن يكون هذا القصف مركز على الطلاقيات والتحصينات المتعلقة بداعش فقط، من تأمين ممرات آمنة، تأمين الأكل والغذاء والدواء للمحتاجين في المناطق المحررة وأثناء عمليات التطهير. نعم. يعني هاي المحاور الثلاثة الأساسية بالنسبة لحماية المدنيين. أما بما يتعلق في بداعش، طبعا هناك قصف بالطيران و يعني إصابات دقيقة بالنسبة لتحصينات داعش، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية تقوم بقصف مدفعي واستئصال للجيوب والخلايا، وكذلك قامت تطهير الأحياء المحررة والعثور على مصانع للمفخخات والقذائف يستعملها داعش في عدد من الأحياء في مدينة الرقة. طيب، ربما أيضا أضيف لكلامك أن المرحلة المهمة هي هذه المرحلة التي تمر بها الرقة، التحضير ضروري جدا لما بعد تحرير الرقة من تنظيم داعش والتخلص من هذه العناصر في المدينة. تابعنا قبل أن تكون معنا على الهواء تقرير مفصل يتحدث عن كيف المجلس المدني بالرقة يقيم دورات لقوى الأمن الداخلي، وهو شيء مهم لمن سيستلم الأمن في مدينة الرقة بعد تحريرها من داعش. أيضا هناك قطاعات خدمية كثيرة لسير الحياة في الرقة، هل من خطط في هذا الصدد عماد العميد حسام؟ طبعا نحن نجحت الإدارة الذاتية بإدارة المناطق المحررة على طول، يعني المناطق التي تم تحريرها على طول الحدود وفي الداخل والعمق السوري. ومدينة الرقة تدار من قبل مجلس مدني ومن قيادات مدنية وعسكرية وعشائرية من أهالي المدينة، من أهالي المنطقة. يبدو أننا فقدنا الاتصال. شكرا جزيلا لك على كل الأحوال العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية.